مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية. احنا اليوم متواجدين حتى ننقل مهرجان السينما ضد الإرهاب بدورته الخامسة، حتى نتعرف على الأفلام الموجودة والمخرجين والدول أيضا المشاركة بهذا المهرجان. رح نعرف تفاصيل أكيد أكثر من خلال جولتنا مع مهرجان الإرهاب بدورته الخامسة. انتظرونا. مستمرين مثل ما ذكرنا في جولتنا، راح ناخذ اول لقاءاتنا مع الاستاذ، راح يعرف عن نفسه وناخذ تفاصيل عن المهرجان ونعرف شنو متضمن هذا المهرجان. مساء الخير استاذ. عيني مساء النور ورحمه الله. استاذ ممكن تحكي لنا تفاصيل عن المهرجان وشنو يتضمن ودورته؟ هي الدوره الخامسه، المهرجان اسمه ضد الارهاب، يعني يتحدث ما مخصص بإرهاب معين، لأن الإرهاب أنواع تعرفين أنت، أكو إرهاب ديني، أكو إرهاب سياسي، أكو إرهاب حتى اجتماعي، أكو إرهاب. هذا الفيلم حاول، أو بالدورة الأولى، أنا مواكبة من الدورة الأولى لحد الآن الخامسة، الدورة الأولى حاول أن يختص بالإرهاب السياسي اللي هو سبب ديني، سياسي سبب ديني، يعني داعش. الآن لا، بدأ يتشعب شوية لحد ما بدأ يبحث عن هوية جديدة الآن، لأن الهوية القديمة تقريبا انتهت، صفحة الإرهاب تقريبا انتهت، بقت بسيطة، شغلة بسيطة. فالآن بدأ يبحث عن هوية جديدة ضمن نطاق الإرهاب، يعني مثلا إرهاب الرجل للمرأة مثلا، أو إرهاب المرأة للرجل، مو شرط يعني، أو الإرهاب الفكري. تقصد أستاذ قصدك العنف ضد الرجل؟ موجود فعلا إرهاب ضد، قد النسبة؟ يعني أنا بالنسبة لي ست الآن سببتي لي إرهاب، لأن افتريت بها أكثر من مكان فسببتي لي إرهاب. لا، هو تعايش السلمي بين الرجل والمرأة، لأن المرأة ما تقدر بدون الرجل، لا الرجل يقدر بدون المرأة، لكن أكو شواذ، كل قاعدة لها شواذ، وإلها أكو اختراقات للقاعدة، أكو أكثر من اختراق. المهم المهرجان هذا بدأ يبحث عن عنوان جديد، أو عنوان فرع ضمن هذا العنوان الرئيسي. لليوم بالندوة قاعدة تحدثنا، طرحت موضوع خل نشتغل على الإرهاب، نأخذ في كل دورة الآن إرهاب معين، إرهاب الحب، شخص يحب امرأة معينة يسبب لها إرهاب معين بطريقة سوء سلوك، أو الإرهاب المعلم للتلميذ. فقلنا نختار الدورة القادمة موضوع خاص ضمن نطاق الإرهاب. إن شاء الله يوم غد راح يكون ندوة حتى نختار عنوان الإرهاب. لكن يبقى المهرجان مهم جدا، لأن إجا فترة مناسبة وفترة ضرورية أن يكون بها هيك مهرجان. أستاذ عفوا، بالنسبة للمهرجان ممكن تعطينا تفاصيل أكثر؟ عدد الدول المشاركة، استمرارها كم يوم، هل ممكن أنه من خلال هذه الدورة مهرجان السينما نطور أكثر، نقدم شيء جديد؟ المهرجان بدأ البارحة، يستمر اليوم ويوم غد، يعني ثلاثة أيام، مشاركة ما لا يقل عن 60 إلى 70 فيلم، واصلة المهرجان أكثر من 150 فيلم، عزلوا من عدها هذه المجموعة الصالحة للعرض أو اللي تصب ضمن نطاق الإرهاب، تعرض يوميا ما لا يقل عن 20 إلى 25 فيلم، الأفلام قصيرة ما عدا بعض الأفلام، فيلم أكو وثائق طولها 52 دقيقة، الباقية يتراوح طولها من 3 دقائق إلى 20 دقيقة، بعضها أنيميشن، أفلام أنيميشن مشاركة، أكثر من فيلم وثائقي، لأن أيضا ممكن يكون إرهاب ضمن الأفلام الوثائقية وأفلام الروائية، مشاركة بها دول، مصر، سوريا، العراق، السعودية، العراق طبعا بشقيه الكردي والعربي، يعني في 7 إلى 8 دول. مصر مشاركة بثلاث أفلام، سوريا بثلاثة أربع أفلام، السعودية أيضا، البحرين، الأردن، يعني مشاركة بالدول، مشاركة دولية الدولية، ولكن الدول اللي الإرهاب يلعب بيها في اللعبة قذرة. يعني أستاذ احكي لنا شوية عن مشاركتك. يعني أنا سعيد جدا أن أكون في هذا المحفل الثقافي الكبير وفي هذا الملتقى السينمائي المهم، خاصة أنه يعني يحمل تايتل وعنوان ضروري الآن، وأهميته تكمن
في أنه يتصدى ويتحدى قضية كبيرة. عندما نقول سينما ضد الإرهاب فهذا يعني أن السينما تتحدى الإرهاب وتقاتل الإرهاب، والكاميرا السينمائية ومن يقف وراءها وأمامها بكل تأكيد هو مقاتل من نوع آخر ضد ما يسمى هجمة الإرهاب الشرسة. السينما الآن محاكاة ورؤية ومعالجة وفكر، والإرهاب الآن تحول إلى فكر، وعلينا أن نحارب الفكر بفكر آخر. وما أحلاه أن يكون الفكر السينمائي الذي يوقف وراء جماليين وناس رجال صناع سينما وصناع أفلام في أن يتحدوا هذا الخطر الكبير المحيط بالإنسانية جمعاء. وكما تعرفين في الآونة الأخيرة احتفلنا بالانتصار على الإرهاب كقوة عسكرية، ولكن ما يزال الإرهاب كقوة لفكر يجب أن يقاتل بفكر آخر، والسينما أجمل ما فيها إنها تقاتل عبر الصورة. طيب أستاذ، دائما الفنان أو المشهور إلى رسالة معينة، ما هي رسالتك اليوم من خلال الفن اللي تنقله عبر قناتنا؟ أي فن وأي فنان من غير رسالة موجهة ومحددة لا يمكن أن نطلق عليه فنان. الفنان الحقيقي هو الفنان الذي يستطيع أن يتصدى للعناوين الكبيرة وللقضايا الكبيرة في مجتمعه، وهو يكسب قوته وقيمته من تحديه ومن تصديه لمثل هذه القضايا. أنا رسالتي يعني كفنان ومعروف لدى الناس الذين يعرفونني ويتابعونني إنني منذ النشأة الأولى ومن الظهور الأول ولحد الآن أبحث عن المشاكسة وأشاكس القضايا الكبيرة، إذا كانت اجتماعية أو سياسية أو هاي، أضعها تحت مجهري وتحت مراقبتي وأضعها أمام المتلقي، وأعتقد أنه هذا نجحت فيه إلى حد كبير طيلة مسيرتي الفنية في هذا المحتوى يعني. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا، أنا أشكرك. شكرا. مستمرين أكيد وياكم مشاهدينا بجولتنا اليوم السينما والإرهاب، راح نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا بكم. ممكن تعرفني بنفسك؟ أنا بشتوان عبد الله، مؤسس ورئيس مهرجان السينما ضد الإرهاب. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ، أحكي لي تفاصيل عن المهرجان وكيف تم التنظيم. طبعا تم التنظيم للمهرجان قبل 4 أشهر، يعني مستمرين في الشغل في الدورة الخامسة. هذه الدورة شاركت به 41 فيلم قصير من 8 دول، كل الأفلام تتناول مواضيع الإرهاب والعنف والتطرف في المجتمع. وهذه دورة مميزة لأنها دورة طوعية بدون أي راعي، بدون أي دعم من جهات حكومية أو قطاع خاص. طيب بالنسبة للدول المشاركة، ممكن تقول لي كم دولة مشاركة؟ 8 دول غير العراق، هناك إيران، سوريا، مصر، المغرب، تونس وبريطانيا. طيب أستاذ، ما هي رسالتكم من خلال هذا المهرجان؟ رسالتنا من خلال السينما أنه حارب الفكر التي تصنع الإرهاب، الفكر الإرهابي، الفكر التي تصنع الإرهاب باستمرار. هناك وراء الإرهاب فكر يعني غير العسكري، فلازم السينما تحارب تلك الفكر يعني في المجتمع، تحارب العنف، تحارب التطرف التي تؤدي إلى الإرهاب في المستقبل. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا لكم، أهلا وسهلا. ومستمرين أكيد وياكم مشاهدينا بجولتنا بمهرجان السينمائي ضد الإرهاب، راح نعرف أكثر عند دخولنا جوا، راح نشوف الأفلام المشاركة وأيضا الدول المشاركة بهذا المهرجان شنو اللي تعرض من أفلام. أكيد جوا تكون تفاصيل أكثر. يلا مشاهدينا بجولتنا بالمهرجان السينمائي لهذا اليوم مع عمالقة الفن. أكيد رح نسألهم شنو هدف المشاركة اليوم. مساء الخير أستاذ. مساء الورد، أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ يا مرحبا، شرفت أربيل ونورتنا. تسلمي، من نوركم. أستاذ، أحكينا كفنانين، ما هي رسالتكم من خلال المشاركة بهذا المهرجان؟ هو من التايتل المهرجان عنوانه السينما ضد الإرهاب، ف
فبصراحة أثرنا على نفسنا أن نشارك في هذا المهرجان لنؤكد وقوفنا ضد الإرهاب بكل أشكال الإرهاب. الإرهاب كلمة واسعة طبعا لا تشمل إرهاب الداعشي فقط، لربما يتبادر إلى الذهن أن الإرهاب هو فقط الداعشي أو العسكري. لا، هناك إرهاب ضد المرأة، إرهاب ضد الطفولة، إرهاب ضد الإرهاب سياسي، الإرهاب يعني سلطوي من السلطة ضد الشعب. وبالتالي يعني السينما كمنبر إعلامي وفني وثقافي لها دور كبير في إثارة الوعي، وعي المجتمع لمواجهة هذا الإرهاب ومعالجته. وأعتقد المهم بمعالجة الإرهاب هو تجفيف منابعه الفكرية والأيديولوجية، لأن الفعل الإرهابي العسكري هو نتيجة وليس هو الأساس. الأساس هو الفكر الإرهابي، يعني الفعل العسكري بالنهاية نتيجة لهذا الشيء. أيضا هو المهرجان شكل من أشكال تحريك الجو السينمائي وتنشيط الحركة السينمائية في العراق بعد ركود دام لسنوات طويلة، وأيضا هو خلق جيل جديد من السينمائيين الشباب اللي ممكن أن يحملوا يعني لواء السينما العراقية بوصفها صناعة مهمة، صناعة ثقافية، صناعة فكرية، صناعة إيديولوجية. بالتالي ممكن أن ننهض بالسينما العراقية ونعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد إن شاء الله. يعني أفهم من حضرتك أنه من خلال مشاركتكم بهذا المهرجان أكو نقل رسالتين. نعم، أنا طبعا بوصفي رئيس لجنة التحكيم في هذا المهرجان، يعني نحاول قراءة الأفلام المشاركة قراءة دقيقة لفرز المتميز من هذه الأفلام، ليكون قدوة للآخرين، ليحفزهم على يعني على الإنتاج بذات الأسلوب، بذات الطريقة، بذات الرؤية الواعية. وبالتالي هو يعني هناك أكثر من هدف لهذا المهرجان. شكرا جزيلا لك أستاذ، شرفتنا. شكرا جزيلا. ومتواصلين أكيد وياكم من خلال جولتنا الفنية، ابقوا يعني. والله هي بدت المشاهدات الأفلام من بارحة، شاهدت بعض الأفلام، لأنه أكو بعض الأفلام ما شاهدتها لأنه ما فهمتها، يعني قسم من الأفلام غامضة شوي، بها غموض مو غموض جيد. يعني مثلا مرات تشوفين أنت فيلم غامض بس هو جيد، يعني أنا جوز ما فهمته، بس البارحة الترجمة كانت ماكو دبلجة أو ترجمة ما يقولون عليها، أكثر الأفلام كانت ترجمة ماكو، فقسم من المشاهد ما يعني كان ما مرتاح. أنا أول وحدة ما مرتاحة، قسم من هذا فهمتها، قسم من ما فهمتها لأن ما أعرف أنا اللهجة، تعرفين اللغة مالتهم. قسم كانت أفلام جيدة جدا، يعني يعني شوية أكو أفلام هابطة، يعني احنا نريد نقول ليش ما نقول، يعني اذا افلام هابطه نقول عليها هابطه قسم من عندها. بس رغم هذا كله انا شفتها هاي السنه الثالثه المهرجان، مهرجان جميل، مهرجان منظم معتدل مثل ما نقول احنا عليه، يعني هذا الاشياء شيء معتدل. بس يا بنتي يراد له دعم، يعني لا دعم من الحكومة، أقصد الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية، ماكو دعم له، أكو دعم كان صار يعني حتى الأفلام تقدر يعني تنطي مبالغ ويسوون أفلام جيدة الشباب ذول الحلوين تساعدهم، فماكو دعم. طيب سي الزهرة، أفهم منك أنت أعطيتينا هسه تقييم للأفلام، هل هذا تقييم كفنان أم تقييمك كمشاهدة؟ لا أكيد كفنان، مع المشاهدة أكون متونس عليها، بس الفنان يدقق، تعرفين يعني مار بهاي التجربة، أنا صار لي 50 سنة بهاي التجربة، يعني مثل أفلام حبيبتي، يعني مثل أفلام سينمائية، مثل مسلسلات، مثل أشياء قصيرة، أفلام طويلة، بس هي خلال مشاهدتي أنا يعني الأفلام الباقية والمهرجانات في تونس والمغرب والجزائر، فأشوف غير شكل، يعني أكو يعني أفلام جيدة، مو أقول لك ماكو أفلام جيدة، لا أكو أفلام جيدة، بس الأغلبية اللهجة
احنا الاكثريه يعني مو اني ما فهموها لان اللهجه مو ما بالدبلجه ما مترجمه حتى يفهموها المشاهد، مو اني افهمها يجوز بس اخرين يعني حرامات هاي الافلام الحلوه، وان شاء الله نشوف الافلام الباقيه وان شاء الله تكون افلام جيده. بس رغم هذا اكد واقول لازم يندعم هذا المهرجان. طيب ست زهره، سؤال اخير، ما هي رسالتك اليوم بالمشاركه كامراه ايضا مشاركه كفنانه، رسالتك من خلال هذا المهرجان؟ هو دا اقول لك انا دا اشوف اكو نقص من خلال الدعم، ماكو دعم، فاوصي اول وتالي واوصي على كوما هوايه عندنا مخرجات يعني نساء هم يشاركون، عندنا وحده اثنين احنا ما عندنا هوايه يشاركون، خلي يدعموهم لان اكو ماديا ما 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 عندهم امكانيه، فيدعمهم بشيء قليل حتى يصورون مشاهد او يسوون مشاهد او يكتبون العفو سينما. ذاك الوقت الدعم للمراه والدعم للرجل والدعم لكل المهرجان ان شاء الله. وشكرا جزيلا حبيبي. ست زهرة، وصلنا وياكم أكيد مشاهدينا لنهاية جولتنا الفنية، انتظرونا بجولات غير هذه الجولة. تقبلوا تحياتي سماء القيسي وأيضا تحيات المصور علي باسل، شكرا جزيلا.